إزاي تخلي فيديوهاتك تتصدر نتائج البحث وتنفجر بالمشاهدات في أول أيام لرفع الفيديو؟ وزي ما حضرتك شايف كده تقدر تحصل بكل سهولة على أفضل كلمات مفتاحية أو كلمات رئيسية للفيديو، وباستخدام هذه الكلمات هتقدر حضرتك تحصل على أفضل سيو سكور. زي ما حضرتك شايف كده الفيديو ده بيتمتع بسيو 100 على 100، يعني الفيديو ده حضرتك لو بحثت عنه بكلمة مفتاحية مكتوبة في صندوق العلامات اللي حضرتك شايفها دي بأي كلمة من دول، هتلاقي ان الفيديو ده ظهر معاك بكل سهولة في الصفحة الأولى وفي أول فيديوهات، يعني ممكن يكون أول أو تاني فيديو في الترتيب. كل ده وأكتر يا شباب باستخدام أداة واحدة بس، هي أداة تيوب بادي، الأداة السحرية. ولو حضرتك لسه ما استخدمتش أداة تيوب بادي فأنت فايتك كتير ولسه هتضيع وقت كتير. وفر وقتك ومجهودك وخليك معايا، تابع الفيديو للنهاية. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح بالتفصيل طريقة استخدام أداة تيوب بادي، وهقول لك على كل مميزات الأداة علشان تقدر توصل بالفيديو الخاص بحضرتك بالصورة اللي حضرتك شايفها دي كده، وتقدر تحصل على أفضل سيو للفيديو زي ما حضرتك شايف هنا كده. فدي الصورة المطلوبة للكلمات المفتاحية اللي المفروض تبقى موجودة في الديسكريبشن بتاع حضرتك أو في صندوق العلامات. زي ما حضرتك شايف كل الكلمات ديت عليها حجم بحث عالي، لازم يكون عليها العلامات اللي حضرتك شايفها دي، والعلامات الخضراء دي هي الخاصة بأداة تيوب بادي. وزي ما حضرتك شايف كل الكلمات عليها العلامات دي، معنى كده ان كل الكلمات اللي موجودة دي كلمات مستهدفة 100% للمجال او النيتش اللي بيتحدث عنه الفيديو، زائد ان حضرتك الكلمات دي ترتيبها عالي. ودلوقتي يا شباب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدأ الشرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك مهتم بالمحتوى يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. في البداية يا شباب هنحتاج ان احنا نثبت اضافة تيوب بادي على المتصفح الخاص بينا علشان تظهر الاداة على استوديو منشور المحتوى الخاص بقناتك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وتظهر كل محتوياتك. فلو حضرتك تستخدم الكمبيوتر هتثبت الاداه من على سوق كروم الالكتروني، او هسيب لك الرابط موجود في اول تعليق او في الوصف. لو حضرتك هتشتغل من الهاتف او هتستخدم الهاتف فتقدر تحمل الاداه من على بلاي ستور، وهو تطبيق بديل للاضافه اللي حضرتك شايفها دي. بعد ما ثبت الاضافه بتظهر عندك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده، وبتظهر العناصر اللي حضرتك شايفها دي. هنا بتلاقي مستكشف الكلمات الرئيسيه، وهنا ده بيرتب لك الكلمات الرئيسيه. تحت هنا كده بتلاقي بقى الكلمات الرئيسيه طرح لك الاداء بناء على العنوان اللي حضرتك اضفته في الفيديو. بتبدا حضرتك بقى من هنا تختار الكلمات الرئيسيه الاعلى بحث، يعني هنا حضرتك هنا نتيجه الكلمات الرئيسيه مثلا تقدر تختار بقى انت من بحث حركه المرور، يعني مثلا لو ضغطنا هنا كده هتتغير الكلمات دي، هيتغير ترتيبها حسب حركه المرور. هننتظر بس الاداه تحمل زي ما حضرتك شايف كده. زي ما حضراتكم شايفين كده هو غير الكلمات حسب حركه المرور، فتقدر حضرتك بقى تختار الكلمه اللي حضرتك بتحتاجها وتضغط على علامة الزائد اللي جنبها، تلقائيا بتلاقيها اتضافت هنا في صندوق العلامات. دي حاجة. الحاجة التانية، لو حضرتك مثلا عايز تختار الكلمات حسب نتيجة الكلمات الرئيسية، وده اللي انا بستخدمه حضرتك، تضغط على الخيار اللي حضرتك شايفه ده تتغير الكلمات حسب نتيجة الكلمات الرئيسية او حسب حجم الكلمات الرئيسية. زي ما حضرتك شايف تقدر تختار الكلمات اللي حضرتك عايزها بضغطة واحدة على علامة الزائد اللي موجودة دي، بيتم ادراجها داخل صندوق العلامات. ولو حضرتك عايز مثلا تشوف اقتراحات لكلمة معينة من الكلمات دي، بتضغط على علامة البحث اللي جنب الكلمة كده من هنا، وبتفتح لك النافذة اللي حضرتك شايفها دي. زي ما حضرتك شايف هنا لو في اقتراحات للكلمة دي هتلاقيها موجودة هنا، وهتقابلنا دلوقتي كلمات تانية ليها اقتراحات وهنتعرف عليها مع بعض. هنا انا لو حبيت مثلا ادرج الكلمة اللي انا اخترتها دي او اللي ببحث عنها دي داخل الفيديو تلقائيا، بقف هنا على العلامة الزرقاء اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وبيظهر لي مجموعة الخيارات دي. بضغط على الخيار الثالث بتظهر زي ما حضراتكم شايفين هنا علامة الصح كده، الكلمة دي أو الجملة دي اتضافت في صندوق العلامات. نضغط على يغلق كده زي ما حضرتك شايف، اهي طريقة الحصول على الإحالات مجانا. بس طبعا أنا تخطيت هنا عدد العلامات زي ما حضراتكم شايفين، فلازم هلغي كلمة من الكلمات دي. وطبعا حضرتك بقى بتفضل تنقي الكلمات اللي تعلي معاك السيو هنا، هو زي ما حضرتك شايف هنا، لو لحد ما توصل بالفيديو بتاعك إلى أعلى درجة للسيو. برضه في ادوات تانية يا شباب على الاداه، زي مستكشف الكلمات الرئيسيه. من خلال الاداه دي تقدر تضيف له كلمه رئيسيه او كلمه مفتاحيه، وهو هيقترح لك كل الكلمات الرئيسيه. هنا استوديو
SEO، ده بيحسن لك مقاطع الفيديو الخاصة بيك عن طريق إنشاء عنوان ووصف وصورة مصغرة وعلامات مثالية للفيديو. يعني حضرتك مش مطالب بأي حاجة غير إنك بس تديله فكرة الفيديو. وهنا اقتراح سراويل، يعني هو هنا ممكن يحول لحضرتك المحتوى بتاعك عبارة عن قصص هتبقى يعني مسلية بالنسبة للمشاهدين بتوعك، فهيحول لك يعني فيديوهاتك أو حكايتك على القناة كلها إلى قصص قصيرة كده تجذب المشاهدين. ده حضرتك مخطط موضوع الفيديو، يعني حضرتك هنا لو شغال في محتوى معين هو هيقدر ان هو يخطط لك ويرتب لك موضوعات الفيديوهات المتتالية اللي جاية. يعني حضرتك مثلا بدأت معاه فكرة فيديو عن الربح من الانترنت، هيبدأ ان هو يديك اقتراحات لفيديوهات تانية في الايام القادمة، كل ما بترفع فيديو هو بيقترح لك فكرة فيديو تاني من نفس المحتوى اللي حضرتك شغال عليه. وهنا ده برنامج تعليمي يا شباب، لو حضرتك انا قصرت معاك في الشرح حضرتك تقدر ترجع للموقع الرسمي للأداة، وهسيب لك رابط الموقع الرسمي برضو في الديسكريبشن وفي اول تعليق، تقدر حضرتك ان انت تراجع مع الموقع نفسه من خلال فيديوهات ومن خلال مدونات او صفحات خاصة بالموقع تقدر تعرف حاجات تانية لو انا قصرت معاك. الجزء ده برضو شباب مهم جدا، وده خاص بضبط اعدادات الفيديو من داخل اداة تيوب بودي. ازاي هنعمل الكلام ده؟ زي ما حضرتك شايف هنا دي افضل الممارسات. لو حضراتكم ملاحظين هنا مكتمل عندي 9/10، يعني انا ضبطت اعدادات الفيديو ده بدرجة 9/10، ودي درجة ممتازة جدا. لو ضغطنا على عرض مكتمل هنا عشان نشوف ايه هي الاعدادات اللي حضرتك احنا بنتكلم عليها دي، زي ما حضراتكم شايفين هنا كده في 10 اعدادات مطلوبين منك اثناء رفع الفيديو، دول لازم تعملهم عشان الفيديو بتاعك يحصل على نتيجة اعدادات 100/100 زي ما هوريها لك من صفحة مشاهدة يوتيوب دلوقتي. اول حاجة شباب انك تكون رديت على تعليق واحد حتى على الفيديو اللي حضرتك لسه رفعه، يعني المفروض تبقى رديت على تعليق. بعد كده بيقولك اضافة بطاقات معلومات، تكون اضافت بطاقات المعلومات الى الفيديو الخاص بيه. كل ده طبعا بنقدر نعمله زي ما حضرتك شايف مكان البطاقات هنا، لو ضغطت عليه هتقدر تضيف البطاقات. ثالث حاجة بيقولك قلب او تعليق، يعني يكون حد ادالك قلب او تعليق، تقدر حضرتك حتى تعمله من اي حساب تاني. بعد كده اضافة شاشة نهاية، زي ما حضرتك شايف هنا كده شاشة النهاية بتضغط عليها وبتختار بقى زي ما حضرتك عايز 4 فيديوهات، فيديوهين، فيديو واحد من على قناتك، مفيش اي مشكلة. وبعد كده اضافة الفيديو الى قائمة تشغيل، يعني حضرتك الفيديو ده لازم يتضاف الى قائمة تشغيل اثناء رفع الفيديو. بعد كده تعليق، ده تعليق مثبت، حضرتك لازم تضيف تعليق مثبت وليكن في مثلا رسالة ترحيبية او رابط معين بتضيفه في التعليقات وبتعمل له تثبيت. وبعد كده إضافة علامات إلى العنوان الخاص بك، يعني عنوان الفيديو نفسه هنا لازم يكون فيه علامات أو كلمات رئيسية من العلامات اللي موجودة داخل صندوق العلامات زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده طبعا إضافة العلامات اللي هو صندوق العلامات اللي حضراتكم شايفينه ده، ده مهم جدا طبعا لان ده اللي بيعتمد عليه SEO الفيديو. وبيقول لك ان العنوان لا يقل عن 20 حرف ولا يزيد عن 70 حرف، يعني العنوان بتاع حضرتك لازم يكون ما بيزيدش عن 70 حرف. وهنا اضافة فصول، الفصول دي حضرتك تقدر تعملها تلقائيا لو ضغطت على الخيار ده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. تعالى اوريك الاول ايه هي الفصول. لو جينا هنا في صندوق الوصف، دي حضرتك الفصول التلقائية، دي الاجزاء المقسم اليها الفيديو، يقدر المشاهد لو ضغط على جزء من دول اثناء المشاهدة بيتم تشغيل الجزء ده مباشرة على الفيديو. يعني هو لو محتاج يتفرج على الجزء ده بس من الفيديو هيضغط عليه هيتم تشغيل الجزء ده وهيختصر على نفسه الوقت. فالفصول هنا مطلوبة في الفيديو، زائد المشاركات بقى، يعني حضرتك بقى تشير الفيديو على فيسبوك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبيشترط انك تستقبل حتى لايك واحد من على فيسبوك علشان دي برضو بتفتح ميزة عندك. ودي لو حضرتك لاحظت هي الحاجة الوحيدة اللي نقصاني هنا عشان تبقى 10/10 باعجاب واحد من على فيسبوك. طب ده فايدته ايه حضرتك؟ تعالى بقى اوريك بقى الحاجات دي كلها فايدتها بتكون ايه بالفيديو. في برضو ميزة جميلة شباب هنا، لو ضغطنا على العلامة اللي حضرتكم شايفينها دي، هنا بنقدر نرتب الكلمات زي ما احنا عايزين، تقدر تسحب الكلمات المفتاحية وتغير مكانها زي ما انت عايز، تسيبها في المكان اللي انت عايزه، وممكن تخليه هو يرتبها لك تلقائيا حسب حجم الكلمات بالضغط على العلامة الزرقاء دي كده، وبعد كده بتضغط ابلاي بس كده وبتضغط على حفظ كده، خلاص هو رتب لك الكلمات زي ما حضرتك عايز.
ولو دخلنا على التسعير يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين كده في بعض الخطط اللي بتقترحها عليك الأداة. الخطة الأولى دي طليعة، هي اللي أنا بستخدمها وهي اللي حضراتكم شفتوها معايا دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين تمن الخطة $3.60، كمان هتحصل على 20% خصم لو استخدمت الكود اللي هسيبهولك في أول تعليق وفي الوصف أسفل الفيديو. وأنا بنصح الجميع إن هو يجرب الخطة دي، هي خطة بسيطة وفي نفس الوقت تمنها في متناول إيد أي حد، وحقيقي هتفرق معاك. يعني أنت هتجرب الأداة، فحاول إن أنت تجرب الخطة دي على الأقل، وصدقني انت الكسبان. زي ما قلت لحضرتك في بداية الفيديو، لو انا قصرت معاك في الشرح في اي حاجة، حضرتك تقدر تعرفها بكل سهولة من الموقع الرسمي الخاص بالأداة. زي ما حضرتك شايف، لو وقفنا على مدونة وضغطنا على استراتيجية يوتيوب مثلا او اخبار يوتيوب، كل حاجة من دولت فيها شروحات. لو ضغطنا على استراتيجية يوتيوب مثلا، زي ما حضرتك شايف دي كلها فيديوهات للشرح مترجمة باللغة العربية، تقدر من خلالها تعرف كل التفاصيل لو في اي حاجة ناقصاك. زي ما حضراتكم شايفين كده، كل دي فيديوهات لشروحات ومدونات تانية وطرق تانية كتيرة تقدر تعرف بيها كل حاجة عن الأداة، ودي أدوات تيوب بادي. كده شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وتشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وكان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.